النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. فيما يسود المنطقة وضع معقد خطر ومقلق، ينتظر أن يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إرهاصات الحرب. في المقابل القيادة الروسية تؤكد أن لا مواجهة ولا حرب ولا ما يبررها. ترامب ألغى زيارته أمريكا اللاتينية من أجل متابعة الوضع السوري. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت أنها ستتحدث مع ترامب في وقت لاحق اليوم في شأن موضوع الهجوم الكيماوي على دوما السورية. مجلس الأمن الدولي من جهته ينعقد الليلة من أجل التصويت على مشروع قرار الرد على الهجوم الكيماوي على دوما، والنص يعتبر امتلاك سوريا سلاحا كيماويا انتهاكا للقرار الدولي 2118، ويدعوها للتعاون التام. والمندوبة الأمريكية نيكي هايلي استبقت الجلسة بساعات وقالت سنرد إذا تم التوصل أو لم يتم التوصل إلى القرار. ممثل الرئيس الروسي في المفاوضات السورية ألكسندر لافرانديف زار طهران في شكل عاجل، وتناول مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني التطورات في المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية بضرب سوريا. على المستوى اللبناني، حيث ارتفاع في الحمية الانتخابية وعين على الاستحقاق النيابي وأخرى على تطورات سوريا والمنطقة، وزارة الخارجية شكت إسرائيل إلى مجلس الأمن بسبب استعمال الإسرائيليين أجواء لبنان للإغارة على مطار تيفور السوري، حيث توجد قواعد إيرانية وسورية وروسية. وبعدما استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي لدى موسكو على خلفية الغارة، أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف من جهة ثانية عن طلب روسي خلال جلسة مجلس الأمن بزيارة بعثة أممية لدوما من أجل التحقق من عدم استخدام الكيماوي، فيما نائبه بوغدانوف أكد عدم وجود احتمال لحصول مواجهة في سوريا تسفر عن اشتباك عسكري روسي أمريكي. دمشق أعلنت عصرا حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحسب مسؤول في الخارجية، الذي قال نحن مستعدون لتوجيه دعوة لفريق من المنظمة ليزور سوريا من أجل التحقق. في الغضون جددت واشنطن اتهامها لروسيا بأنها تعطل الإشارات اللاسلكية للطائرات من دون طيار فوق سوريا. بعد مضي 24 ساعة على الاعتداء الإسرائيلي على مطار تيفور شرق حمص واستهدافه بثمانية صواريخ أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية دون أن تدخل الأجواء السورية، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية هذه الغارات وأكدت على مواقفها السابقة بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا، مع الإشارة إلى أن لبنان سوف يتقدم بهذا الخصوص بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي. أما بشأن الهجوم الكيميائي على دوما، تستمر التهديدات الأمريكية ضد سوريا بالتصعيد، إذ تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام بإجراء سريع وقوي ردا على الهجوم، مشيرا إلى أن أمريكا لديها خيارات عسكرية كثيرة بشأن سوريا، فيما كان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد قال أن كل الخطط سحبت عن الرف وأن لدى ترامب خيارات كثيرة يمكن أن يتخذها وليست كلها عسكرية. ويأتي ذلك قبل إجراء أي تحقيق حول الهجوم، وعلى الرغم من إعلام مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفر استعداد بلاده لمساعدة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للعمل في موقع الحادث وفي أقرب وقت ممكن. الوضع الراهن هذا وصفه نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف بالخطير، وأنه يجري استخدام حشو إعلامي لتصعيد الوضع، مشيرا إلى أن هناك اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومشددا على أن روسيا تأمل ألا تصل الأمور إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن في سوريا. فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى البرازيل أن واشنطن تبحث عن ذريعة للتدخل في سوريا، مستشار السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولاية ومن دمشق قال إن جريمة إسرائيل باستهداف مطار تيفور لن تبقى من دون رد، وقال أيضا إن انتصار الجيش السوري في الغوطة الشرقية هو من أهم انتصارات سوريا. هذا وتواصل الحافلات نقل مسلحي جيش الإسلام من مدينة دوما، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج 3000 من مسلحي جيش الإسلام وأفراد عائلاتهم إلى ريف حلب. الرئيس سعد الحريري الذي يزور باريس قبل عودته إلى بيروت غدا، حيث يعقد مؤتمرا صحفيا ظهرا في السراي الحكومي للتطرق إلى نتائج مؤتمر السادغ، نشر على صفحته على تويتر صورة تجمعه في باريس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك المغرب محمد السادس تحت عنوان لا تعليق.
في الرابية بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أكد أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان أهمية الثقة التي محضنا إياها مؤتمر سادر، خصوصا بعدما أقرينا الموازنة والسير بالإصلاحات الضرورية كي نمضي نحو اقتصاد منتج ومثمر. كنعان شدد على المسار الديمقراطي الحقيقي للانتخابات. هالأموال اللي جاي قروض ميسرة وهبات، هيدي المفروض تترافق بالإصلاحات اللي حكينا عنها، انه نحن على ابواب انتخابات. تكتل بطالب كل القيمين على العمليه الانتخابيه انه يكونوا واعيين جدا، وهذه الاداره اللي نحن بدنا اياها فاعله وقويه تراقب شفافيه الانتخابات. شفافيه الانتخابات نحن علينا قبل غيرنا، نحن اليوم بالسلطه امبارح ما كنا بالسلطه. نحن نخضع لهيئه الاشراف على الانتخابات، نخضع لكل أجهزة الرقابة الموجودة القضائية وغير القضائية، ونطالب بالاقتصاص من أي عملية خارج إطار القانون، من أي عملية رشوة أو من أي عملية صرف سلطة أو صرف نفوذ عم بتصير بأي منطقة من المناطق اللبنانية. نحن منقول أنه بعهد الرئيس عون لن نقبل بأن يكون هنالك أي ضغط على أي مواطن. ما حدا يخاف، أيام الماضي ولت، ما حدا يخاف لا من متنفذ ولا من نافذ سياسي ولا من مسؤول. القضاء سيقوم بدوره، مفروض يقوم بدوره، ونحن منطالبه يقوم بدوره كسلطة قضائية مستقلة. بذات الوقت نحن موجودين كسياسيين لندافع عن حريته وعن رأيه، وهذا أمر ما حدا يعتبر لحظة أنه ضل يعيش بالفوبيا تبع أيام الماضي. رئيس الجمهورية العماد عون أكد لأهالي المخطوفين والمفقودين أحقية قضيتهم، معلنا أنه يتابعها منذ ما قبل تسلمه مسؤولياته الرئاسية. وفي القصر الجمهوري وزير العلاقات الخارجية في إمارة موناكو، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن لبنان يتحمل نتائج الحروب الدائرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها الاقتصادية، إضافة إلى نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية وعبء النزوح السوري إليه، بعدما بلغ عدد النازحين نحو 1,850,000 نازح، معربا عن تقديره لإمارة موناكو على الدعم الذي تقدمه للبنان في المجالات الصحية والتربوية والإنسانية. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وزير العلاقات الخارجية والتعاون في إمارة موناكو جيل تونيلي مع وفد. الرئيس عون أكد أن القيم المشتركة التي تجمع البلدين هي كثيرة، مشيرا في هذا السياق إلى تقدمه باقتراح إلى الأمم المتحدة بإنشاء مركز لحوار الحضارات والثقافات والأعراق والأديان في لبنان لنشر ثقافة السلام والاحترام المتبادل بين الدول، ما يساعد على الحد من انتشار الحروب والأفات كالمخدرات التي تخلف عددا كبيرا من الضحايا حول العالم. ونقل الوفد دعوة شفهية من أمير موناكو ألبير الثاني إلى الرئيس عون زيارة بلاده. واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الذي قدم له الكتاب السنوي للمجلس المتضمن نشاطاته وقراراته خلال العام 2017 والدراسات التي أجراها في مجال القضاء الدستوري. كما استقبل الرئيس عون وفدا من لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وشدد على أحقية قضيتهم التي تطال الشعب اللبناني بأسره من كافة الطوائف والانتماءات السياسية، لافتا إلى متابعته لها حتى قبل استلام مسؤولياته كرئيس للجمهورية، إضافة إلى طرحه سابقا فكرة إنشاء داتا وطنية تضم أسماء المفقودين ومعلومات عنهم، وهو يواصل الاهتمام بهذا الملف الوطني. من جهة أخرى، قلد الرئيس عون البروفيسور أغوب كانترجيان رئيس مركز أمراض الدم واللوكيميا في معهد أم دي أندرسون في تكساس في خلال استقباله له في القصر الجمهوري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرا لعطاءاته المميزة واكتشافاته في مجال علوم اللوكيميا وعلاجاته. ومن زوار قصر بعبدة أيضا الوزير السابق زياد بارود الذي أكد أنه عرض مع الرئيس عون لأهمية مواكبة مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموجود في مجلس النواب. في عين التيني، رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى وزير خارجية إمارة موناكو جيل تونيلي وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة. الرئيس بري دعا وزير الداخلية خلال لقائه به الأسبوع الماضي إلى تدارك كل الثغرات التي يمكن أن تنشأ في انتخابات المغتربين، وأول خطوات هذا الاستدراك تكون بإرسال مندوبين من لبنان لإدارة الانتخابات في المراكز المحددة للمغتربين في الخارج. ووفق ما نشرت صحيفة الجمهورية، فإن وزير الداخلية أبلغ رئيس المجلس بعدم قدرة الوزارة على إرسال مندوبين بالنظر إلى الكلفة المالية.
وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يزور الجنوب غدا ويرأس في صيدا اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي التقى السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد عصر اليوم. المشنوق أكد لريتشارد أن التحضيرات في الوزارة شبه مكتملة لإجراء الانتخابات النيابية، والأمن ممسوك في لبنان الذي يتجه إلى ازدهار ملحوظ بعد مؤتمر سادر. السفيرة الأمريكية من جهتها شددت على وجوب حياد لبنان والمحافظة على استقراره في ظل التصعيد القائم في المنطقة، ولفتت إلى أنه من الضروري استثمار قروض وهبات مؤتمر سادر في تعزيز الاستثمارات والنمو في لبنان بما يخدم استقرار اللبنانيين وازدهار اقتصاده، مجددة التزام واشنطن دعم لبنان والأجهزة الأمنية. بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بدأت عملها في لبنان بجولات في المناطق، وتأكيد على أن قانون الانتخاب الجديد لاحظ بعض الملاحظات التي كانت قد أدرجتها البعثة في ملاحظاتها عام 2009. ميرنا الشدياء. بعد مراقبتها الانتخابات في عامي 2005 و2009 وإصدارها تقارير وتوصيات بعد كل عملية انتخابية وإدراج البعض منها في القانون الانتخابي، منها توسيع صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات والحفاظ على سرية الاقتراع عبر اعتماد اللوائح المطبوعة سلفا، وصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلى لبنان منذ حوالي الأسبوع، وقد بدأت عملها بقيام عناصرها بجولات في المناطق والاطلاع على القانون الانتخابي الجديد. ولهذه الغاية تم تعيين نائبة رئيس المفوضية الأوروبية إلينا فالنسيانو لترأس البعثة، فيما يولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لهذه الانتخابات التي من شأنها أن توفر فرصة إضافية لتعزيز الديمقراطية. Core team made of 10 experts was already in Lebanon. فريق من 10 مراقبين كان قد وصل إلى لبنان لمتابعة مسار الاستحقاق الانتخابي بشقه القانوني والإعلامي والإعلاني، وسيبقى هؤلاء في بيروت بعد انتهاء عملية الاقتراع لإعداد التقرير النهائي، كما سيتم نشر 36 مراقبا إضافيا على المدى القصير بدءا من بداية شهر أيار، على أن يصل العدد إلى 100 مراقب أوروبي. لن نراقب العملية الانتخابية في كل بلدان الانتشار اللبناني، لكننا سنحضر في 10 دول أوروبية حيث ستتم مراقبة الانتخابات، على أن يعود هؤلاء المراقبون إلى بيروت لمتابعة العملية في شكلها النهائي. مهمة المراقبين لا تقتصر على يوم الاقتراع فقط، إذ تراقب الحملات الانتخابية وما يجري في المناطق، على أن لا يقتصر التقرير النهائي على الأمور الإجرائية وتنظيم يوم الاقتراع فحسب، بل قد تكون سياسية مرتبطة بقانون الانتخاب ونظام الاقتراع. ومن بين المراقبين من شارك في مراقبة انتخابات عام 2009 وها هو يعود اليوم. For me personally, yes, it's the first time. هي أول زيارة لي إلى لبنان، لدينا عدد من الأيام لنحصل على ملخص حول القانون الانتخابي ومندرجاته، إلا أن عملنا تقني في شكل خاص وليس من الضرورة التعمق بالمضمون. العائق الوحيد الذي يمكن أن نواجهه هو اللغة، إنما لدينا من يرافقنا للترجمة. Our duty will be to be deployed. مهمتنا أن نراقب العملية الانتخابية قبل يوم الانتخاب وفي يومه وما بعده، وسنكون على تواصل مع الجميع وعلى الحياد من الجميع، وبهذه الروحية سنعمل. ولقد شاركت في المراقبة عام 2009 وأتطلع اليوم إلى أن أرى كيف سيتم تطبيق القانون الجديد. الاهتمام الأوروبي بهذه الانتخابات ينطلق من أن الاتحاد الأوروبي داعم أساسي لإجرائها بعد 9 سنوات على آخر انتخابات في لبنان. نشاطات انتخابية متفرقة في هذا التقرير. الوزير ميشيل فرعون تناول موضوع الانتخابات ولا سيما في بيروت الأولى مع متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي. فرعون أكد بعد اللقاء على أهمية أن يختار الناس بين المرشحين غير المرتكبين وغير الفاسدين والمرشحين الموضوعين في خانة الفساد، وعلى المواطنين القيام بواجبهم خصوصا على هذا المستوى من أجل إيصال فريق إلى مجلس النواب يكون لديه النزاهة والكفاءة من أجل تعزيز الديمقراطية. لقاء لمرشحي قضاء النبطي في دائرة الجنوب الثالثة النواب محمد رعد، هاني قبيصي وياسين جابر. جابر لفت إلى أن تحالف الأمل والوفاء هو تحالف استراتيجي، وفي كلمة له دعا إلى الشفافية في معالجة الأزمة الاقتصادية. أما النائب قبيصي فأكد التزام ووفاء الجنوب بنهج المقاومة. النائب محمد رعد دعا إلى تحديد الاتجاهات والمسارات في إنفاق القروض الجديدة، مشددا على المحافظة على هويتنا قبل الإنماء.
في الشمال اللواء الشفريفي وخلال عشاء للإعلاميين والإعلاميات في الشمال أكد الاستمرار في المعركة الانتخابية مهما كلف الأمر. قائد الجيش تناول مع وزير الدفاع الكويتي طرق التعاون بين جيشي البلدين. نشاطات للمؤسسة العسكرية في التقرير الآتي. قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته الكويت تناول مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد صباح علاقات التعاون المشترك بين جيشي البلدين. قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملاك التقى قائد قوات البحرية الغانية الأدميرال فايدو على رأس وفد مرافق وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين ومهمات الوحدة الغانية العاملة ضمن اليونيفيل، كما التقى وفدا من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية برئاسة العميد الركن نايل حسن عبد القادر العجارمي وبحثا في مجالات التدريب المشترك بين جيشي البلدين. ثم استقبل الملحق العسكري الباكستاني العقيد محمد يوسف مالك في زيارة وداعية. من جهة ثانية أعلن نائب وزير الدفاع الكازاخستاني طلعت مختاروف أن كازاخستان تحضر لإرسال كتيبة تنضم إلى اليونيفيل في جنوب لبنان. أوقفت وحدات الجيش نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية في شهر آذار 1718 شخصا من جنسيات متنوعة لتورط بعضهم في جرائم مختلفة. وقد شملت المضبوطات أسلحة حربية وكميات من المتفجرات والذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والمخدرات والتبغ والبنزين المهرب وعددا من أجهزة الاتصالات وكاميرات المراقبة، إضافة إلى 86 آلي و66 دراج ناري ومركبي صيد. تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة. نفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما في مبنى وزارة التربية في اليونسكو في إطار تحركها المفتوح والإضراب في الكليات كافة للمطالبة بإعادة التوازن إلى مخصصات الأساتذة ورفض المس بصندوق التعاضد. الوضع الانتخابي ومؤتمر الساد حضرا في لقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب وائل بوفعور الذي أكد أن الانتخابات تجري في شكل إيجابي مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق هو مسؤولية حيال منطق الدولة، منوها بدور رئيس الحكومة والدور الفرنسي في دعم لبنان من خلال السعي لإنجاح واستضافة مؤتمر سادغ. التي تجري معالجتها، ولكن نحن في اللوائح الانتخابية التي في المناطق التي نتواجد فيها سويا نحن في نفس اللوائح الانتخابية، وهذا التحالف ليس تحالفا جديدا أو طارئا، بل كما قال عنه الرئيس الحريري هو تحالف تاريخي. تحصل بعض التصدعات أو الاختلافات في الرأي أحيانا، ولكن تعالج من ضمن منطق الحفاظ على العلاقة التاريخية المشتركة. كان هناك تقييم إيجابي حزب التقدم الاشتراكي سبق وأعلن عنه لمؤتمر باريس 4 الذي حصل منذ أيام قليلة لجهة الهبات والقروض التي حصلت عليها الدولة اللبنانية، والتي تؤشر إلى اهتمام كبير بلبنان يجب أن نستفيد منه كلبنانيين. وأيضا كان هناك تنويه أعلن عنه الحزب لدور الدولة الفرنسية والرئيس الفرنسي في احتضان لبنان وللجهود الكبيرة التي بذلها دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري في سعيه الدائم للحفاظ على لبنان وعلى استقراره وعلى نموه. أقام رئيس اتحاد المستشفيات العربية ومدير مستشفى رياق دكتور محمد عبدالله مأدوبة تكريمية لقيادة حركة أمل في مجمع جوليا، حضرها الوزير غازي زعيتر والمسؤول التنظيمي مصطفى الفوعاني ومسؤول البلديات بسام طليس وقيادة إقليم البقاع للحركة. الدكتور عبدالله أكد في كلمته على نهج الإمام موسى الصدر وعلى العمل الجدي من أجل حفظ المقاومة والمشاركة في الانتخابات. الوزير زعيتر شكر أصحاب الدعوة مثنيا على جهودهم من أجل خدمة الناس في مجمل المجالات ولا سيما الطبية منها. رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري وعبر الفقرة الاقتصادية شدد على أهمية تطبيق الإصلاحات لإنجاح سادغ آن. ندى الحوت.
أهلا بكم في الاقتصاد. ما هو دور القطاع الخاص بتفعيل نتائج سيدر ون، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يعمل في لبنان في ظل نتائج هذا المؤتمر؟ كل هذه المواضيع سنطرحها مع ضيفنا في الاستوديو، استاذ وجيه بزري، حضرتك رئيس غرفة التجارة الدولية، قراءة لهالموضوع كقطاع خاص. القطاع الخاص يعني بعد ما شاف النوايا الكثير منيحة اللي طلعت بسيدر ون بالمؤتمر الأخير، كثير محمس إن شاء الله إذا كل يلي نحكى بيطبق، كثير محمس على المشاركة بهالمشاريع وبهالاستثمارات يلي بدها تنعمل. وبعتقد دور القطاع الخاص بلبنان كثير حتى أهم، يعني بمواكب هالإجراءات أو هالقروض يلي بدها تجي من الدول الأجنبية. إذا تفعل قانون البي بي بي شراكة بين القطاع العام والخاص رح يجوا متناسبين مع بعض، يعني القطاع الخاص رح يكون حاضر يستثمر بالاشتراك مع القطاع العام، وإذا في قروض جاية للقطاع العام وخصوصا مشروطة بإصلاحات، وأهم شيء الإصلاحات تصير، لأنه حتى القطاع الخاص اللبناني إذا ما في إصلاحات وما في تفعيل لدور القطاع الخاص عن طريق البي بي بي ما رح تلاقي فعالية لكل هالمؤتمرات اللي عم تصير. بدنا نشوف الترجمة على ما بدنا نكتفي بالنوايا. النوايا الطيبة شفنا بباري 1 وباري 2 وباري 3 استفدنا منهم نص استفادة، إذا بدنا نقول مش استفادة كاملة. نعم. نتمنى إنه هالنوايا الطيبة يلي ظهرت بهالمؤتمر من قبل الحكومة اللبنانية والسياسيين اللبنانيين، وبالأخص يعني هلأ قبل الانتخابات النيابية عم نشوف تصاريح من جميع المسؤولين ومن مختلف الجهات السياسية، كله بده يحارب الفساد. طيب إذا كلنا بدنا نحارب الفساد وكلنا بدنا نعمل الإصلاحات، نعم. إن شاء الله يعني ما تكون هذه الشعارات بس للانتخابات، بدنا نشوف بسبعة الشهر بعد الانتخابات هل هالشعارات رح تترجم لإصلاحات فعلية، لأنه إذا ما عملنا إصلاحات فعلية لا اللبناني رح يستثمر، القطاع الخاص اللبناني ما رح يستثمر، ما تتوقعوا منه يستثمر لأنه تلوع بهالعشر سنين الماضية، وما ممكن اللبناني القطاع الخاص اللبناني يستثمر إذا ما في إصلاحات جذرية تصير بالقطاع العام. اليوم بالموازنة عندنا المادة 50 يلي بتسمح لأي شخص بده يجي يشتري منزل في لبنان ياخد إقامة ب 500,000 دولار، يعني أنت برأيك هذا الموضوع منصف للبنان كسمعة اقتصادية؟ يعني هل هذا الموضوع منصف؟ يعني هم عم نقول على نعطي جنسيات، بنعرف الحساسيات الموجودة بلبنان، عم نقول بس إذا إقامة، إذا بدك مستثمر يجي يشتري بيت، أنت عم القطاع العقاري كله واقف. نعم. إذا بده يجي يشتري بيت وبعدين تقولي له أنت عندك بيت بهالبلد بس ما فيك في لسبب من الأسباب ما فيك توصل لهالبيت لأن معطوك فيزا، لشو بده يشتري بيت؟ الإنسان أكيد شيء طبيعي إذا عامل استثمار وشاري شقة وعامل استثمارات بالبلد، حقه الطبيعي إنه يكون عنده إقامات دائمة بالبلد. وإلى أخبارنا الدولية، بثت وكالات أنباء أجنبية أن يوليا ابنة الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال غادرت المستشفى بعد أكثر من شهر من تعرضها للتسميم مع والدها بغاز أعصاب. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنها تطلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وقد نقلت إلى مكان آمن بعد مغادرة المستشفى ليلة الاثنين. وإلى أبرز أخبار من حول العالم في تقرير داني حرب. من يشعرون بالحنين للماضي يمكنهم الآن القيام بزيارة خاصة من خلال استوديو تصوير في قلب القاهرة، حيث تلتقط لهم صور بكاميرا عمرها 130 عاما. وهذه الكاميرا العتيقة هي الآلة الرئيسية التي التقطت صور لنجوم السينما وأفراد الأسرة المالكة السابقين ومواطنين عاديين منذ عام 1890. يجب أن نعرف أن الاعتماد على كاميرا لينهوف لا يمنع من توظيف تقنيات الحديثة للتصوير الفوتوغرافي الرقمي أيضا لتصوير كافة الأشخاص في المجتمع المصري الحالي. أعلن فريق فليتوود ماك الغنائي عن بدء جولته الموسيقية بدون عازفة الجيتار لينسي باكينغهام، ورفضت الفرقة الموسيقية إعطاء أي أسباب لغياب عازفة الجيتار التي انضمت إلى الفرقة عام 1974، علما أن لينسي تركت الفرقة عام 1987 بسبب اختلافات في الرأي. الصفحة الأخيرة مع الرياضة.
عوض باير ليفركوزن تأخره بهدف ليسحق رازن بالشبورت لايبزيغ 4-1 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليتجاوز الأخير إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. ولم يكن هناك أي إشارة على ما ستسفر عنه المباراة عندما وضع مارسيل رابيستر لايبزيغ في المقدمة، ثم سجل ليفركوزن 4 أهداف بواسطة كاي هافرتز، ثم تقدم الضيوف بواسطة يوليان برانت، وجاء الهدف الثالث بتسديدة رأسية من باناغيوتيس راتيسوس، وكان الهدف الرابع من خطأ دفاعي بواسطة كيفن فولند الذي رفع رصيده إلى 11 هدف هذا الموسم. قالت الأرجنتين والباراغواي والأورغواي إنها ستقدم عرضا موحدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، ويضم العرض 8 مدن أرجنتينية بالإضافة إلى 2 في كل من الأورغواي والباراغواي. وستشهد هذه السنة مرور 100 عام على انطلاق كأس العالم التي أقيمت في الأورغواي عام 1930 وفازت بها الدولة المضيفة على حساب الأرجنتين 4-2. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكركم، نلتقيكم بال11:30.